دوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي في الكومنتات وانا هجاوبكم عليه. مبدئيا سبب شهرة النظام ده في الدايت هو سهولة تطبيقه بعيدا عن تعقيدات انظمة الدايت التانية زي مثلا الكيتو او الدوكنز وغيرها. النظام ده بجد سهل وبسيط جدا، بس السهل الممتنع. يعني هو سهل فعلا، بس الغلطة فيه هتخليك كأنك ما عملتش اي حاجة. وميزة نظام الصيام المتقطع زي ما قلنا في الاول انه مفيد جدا خصوصا للسيدات. طيب ده ايه سببه؟ سببه انه السيدات معظمهم او كلهم عندهم مشكلة كبيرة، وهي انه معدل الحرق بيبقى قليل بسبب زيادة نسبة الدهون في تركيبة جسم الانثى، علشان كده دايما بتلاقي معدل الحرق قليل جدا. لكن ميزة الصيام المتقطع ان هو بيحافظ على معدل الحرق عالي او في اعلى معدلاته معظم الوقت، وكمان مفيد جدا للرياضيين لانه بيحافظ على معدل هرمون النمو او الجروس هرمون في اعلى مستوياته طول الوقت، وده مفيد جدا لبناء العضلات. ما هي طيب ازاي اعمل نظام الصيام المتقطع؟ ببساطة شديدة هو انك تصوم عن الانسولين لمدة 16 ساعة. يا دكتورة هو في حاجة اسمها اصوم عن الانسولين لمدة 16 ساعة؟ أيوة، يعني مش هتاكل او مش هتدخل جسمك اي حاجة تخلي جسمك يفرز الانسولين لمدة 16 ساعة. اما الثمان ساعات الباقية في اليوم فممكن تاخد كل الكالوريز المسموحة ليك، ولان الجسم بيفرز الانسولين لما بتدخله اي حاجة فيها طاقة او كالوريز، علشان كده 16 ساعة المسموح فيهم هي المشروبات التي لا تحتوي على سكر. طيب هل ينفع استخدام السكر الدايت؟ قطعا ينفع استخدام السكر الدايت ومفيش اي مشكلة من استخدامه، بس بشرط ان احنا نستخدمه بكميات معقولة خلال اليوم. يبقى اي مشروب لا يحتوي على سعرات زي القهوة او الشاي او الشاي الاخضر مسموح به خلال 16 ساعة الصيام. طيب اي 16 ساعة في اليوم؟ ايوة اي 16 ساعة في اليوم، ومن ضمنهم ساعات النوم، يعني ساعات النوم محسوبة في ساعات الصيام. وبالمناسبة ساعات النوم ما ينفعش تقل عن 8 ساعات، لان لو ساعات النوم قلت عن 8 ساعات ده بيأثر بشكل ضار جدا على اي نظام دايت، مش بس نظام الصيام المتقطع. طيب عشان نختصر الكلام ده، اختار اكتر وقت مناسب ليك في اليوم وتوقف تماما عن الاكل لمدة 16 ساعة، والثمان ساعات الباقيين هما اللي انت تاخد فيهم كل الكالوريز المتاحة ليك. طيب هو النظام ده مش صعب يا دكتورة؟ هو فعلا في البداية ممكن يكون صعب، علشان كده ممكن نبدأ مثلا ان احنا نصوم لمدة 14 ساعة و10 ساعات مثلا فطار، لكن بعد اسبوع تدريب مثلا وبكل سهولة هتقدر توصل لل 16 ساعة صيام، وبالتالي هنجبر الجسم ان هو يتجه للدهون المتخزنة. فصل ان شاء الله. طب ايه هي بقى الاخطاء اللي ممكن تبوظه واللي بسببها ناس كتير جدا ماشيين على النظام ده بس للاسف مش بيحققوا اي نتائج؟ اشهر خطأ هو ان انت بعد ما بتخلص ساعات الصيام اللي هم 16 ساعة بتبقى جعان جدا، وبالتالي عايز تاكل كل حاجة في وشك الاخضر واليابس، وبالتالي فلو عملت كده كأنك ما عملتش اي حاجة. ببساطة الجسم لازم يعاني من عجز في السعرات علشان ينزل في الوزن، بمعنى لازم السعرات اللي تكون داخلة جسمك اقل من السعرات اللي انت هتستهلكها خلال اليوم. يعني مثلا لو واحد المفروض ياخد في يومه العادي 1500 كالوري، لما يجي يعمل نظام الصيام المتقطع يبقى خلال 8 ساعات الفطار برضو ياخد نفس ال 1500 كالوري لاكتر ولا اقل، وبكده هتضمن نزول مضمون جدا في الوزن ان شاء الله. الخطأ التاني لناس كتير جدا بتقع فيه هو انهم بيفطروا بالغلط خلال ال 16 ساعة صيام، عن طريق ان هما بيشربوا مشروب بيكونوا فاكرين ان هو مفهوش طاقة وهو مليان كالوريز. وعلشان كده الافضل في ال 16 ساعة هو الالتزام الكامل بالصيام والمشروبات اللي زي القهوة والشاي والشاي الاخضر والقرفة والجنزبيل بدون سكر،
بس مسموح ان احنا نستخدم مثلا سكر دايت زي ما قلنا كيس او كيسين هيبقى كويس جدا. خلال الثمان ساعات بقى بتوع الفطار ممكن تاخد وجبتين او ثلاث وجبات حسب طبيعة اليوم وحسب طبيعة الشغل، لكن مهم جدا جدا ان انت تركز على البروتينات في الوجبات بتاعتك لثلاث اسباب مهمة جدا. اول حاجة انها بتاخد وقت طويل جدا في الامتصاص، تاني حاجة انها بتخلي الجسم شبعان لاكبر وقت ممكن، وتالت حاجة لان الكالوريز بتاعتها قليلة لكن الفايدة بتاعتها كبيرة جدا. في النهاية عاوز اقول ان النظام ده فعلا من اكتر الانظمة فعالية وسهولة في التطبيق. كل اللي عايزه منك بس شوية التزام وهتشوفوا نتائج مبهرة ان شاء الله.